ده الآباء القدامى تيتا بتاع الزمان كانت تعمل مع الخبيز رغيف عيش صليب، يبقى بركة موجود في العيش، بركة موجود في العيش، وفي كل مكان ترشم علامة الصليب، وكل ما يعدي إنسان قدام ترشم عليه علامة الصليب. من أراد أن يفتخر فليفتخر بصليب ربنا يسوع المسيح. وقال معلمنا بولس الرسول في غلاطة: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي صلب العالم لي وأنا للعالم. كلمة في سرك تسلح براش معلمة الصليب، كلمة في سرك تسلح براش معلمة الصليب، قبل وبعد، قبل وبعد كل شيء. والآباء القديسين عاشوا برشم علامة الصليب، وقد يهرب الشيطان برشم علامة الصليب، قد يهرب الشيطان برشم علامة الصليب، فقط برشم علامة الصليب. وفي أسبانيا في كنيسة للقديسة آن والقديس يوسف يوجد صليب ربنا يسوع المسيح، اليد اليمنى مرمية على الأرض كده، والتانية الشمال موجودة على الصليب، وتحت هذا الصليب كان كاهن من الآباء الكهنة شديد قوي في عملته مع الخطاة، شديد قوي، ويقبل اعترافات عند هذا الصليب. وفي الاعتراف الحل يؤخذ من الله، الحل يؤخذ من الله بواسطة الأب الكاهن، كما قال يوناثان لداود النبي على الرجل الذي أخذ غنيمة الرجل المسكين، وقال يوناثان وقال ناثان: يقتل هذا الرجل. فقال هو: أنت الرجل. وهنا يبان موضوع الاعتراف، فقال: أخطأت إلى الرب والرب نقل عنا خطيتك. فيذهب الإنسان منا المعترف إلى أبونا لكي يعلن له أنني أخطأت إلى الرب، ربنا يعطيني الحل، قولي: والرب قد غفر لك خطاياك. أروح لأبونا أقول له: أخطأت لربنا. ويجب أن تكون هناك جلسة كبيرة بيني وبين ربنا عشان أستسمحه وأعلن هذا أمام الأب الكاهن. والأب الكاهن يقول لي: والرب نقل عنا خطيئة. فكان هذا الأب الرجل الكاهن الشديد تحت الصليب كده، راح لواحد من الناس يعترف، قال له: أنت رجل خاطئ. قال له: طب سامحني المرة دي يا أبونا. قال له: أنت رجل خاطئ. طب يا أبونا عشان عاوز أتناول. قال له: أنت رجل خاطئ. قال له: طب اديني قانون. قال له: أنت رجل خاطئ، مش هناولك، مش هديك قانون. وسط هذا الكلام والمناقشة الحادة الموجودة بين أبونا الشديد وبين الكاهن، سقطت يد ربنا يسوع المسيح، وسمع صوت من خلفه يقول: أنا سمحتك لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. وما معنى صعود ربنا يسوع المسيح على الصليب إلى لغفران خطايانا؟ ينادي على الصليب وننادي معه: يا أبتاه اغفر لهم، لا يدرون ما يفعلون. ونادي على الصليب: أنا عطشان. للناس الخطاة الموجودين عند أقدام الصليب، فنزلت يده اليمنى، يد القوة، يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، ولدت على رأس الخاطي وتقول له: أنا سمحتك. أي سسبكت أن يد ربنا يسوع المسيح على الصليب في كل كنيسة من الكنائس مرمية من اليمين على يد الخطاة، يعطيهم الغفران ويقول له: أنا سمحتك، أنا سمحتك يا خطية، أنا سمحتك يا سامرية، أنا سمحتك يا مفلوج، وأنا سمحتك ربنا، أنا هو الماحي ذنوبي، أنا هو الماحي ذنوبكم خطاياكم، ولا أعد أذكرها.